بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في دوت اكشن سكيب 3 تحت رعايه اكاديميه عمق واقف اللاين. النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه جديده او كلاس جديده داخل الاكشن سكريبت، وهي الكالر ترانسفورم. الملف اللي احنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت اللي هو الكاستم الماوس كورسر ده ان شاء الله هنكمل عليه النهارده. تمام، بس قبل ما اتكلم على الكالر ترانسفورم لازم نعرف حاجة مهمة، وهي نظام الألوان اللي احنا بنشتغل عليه داخل فلاش، وهو اسمه RGB. RGB اللي هو Red Green Blue. يبقى ال R اللي هي جاية من Red، G Green، ال B Blue اللي هو نظام الألوان Red Green Blue، الأحمر والأخضر والأصفر. كل الالوان اللي انت بتتعامل معاها ده نظام الوان طبعا مشهور جدا، وفي سي ام واي كي بس احنا مش بنتعامل معاه، بنتعامل مع الار جي بي. ده كل الالوان وكل درجات الالوان بتتعمل من التلات الوان دول او خليط من التلات الوان دول. اللون الاسود هو انعدام التلات الوان دول، يعني التلات الوان دول كلهم اصفر، كلهم مفيش. تمام، واللون الابيض اللي هو التلات الوان دول مجتمعين مع بعض، كلهم مع بعض بيدونا الابيض. يبقى الابيض ده اللون اللي بيحتوي على كل الالوان. تمام، واللون الاسود ده معناه انعدام الالوان، مفيش ولا لون. تمام، طيب بنتعامل بقى ازاي بالكود، او بنشاور ازاي على لون معين بالكود؟ كل لون من دول بياخد قيمة من 0 إلى 255. تمام، بس الكلام ده ديسيمال، انا بتعامل معاه داخل الاكشن سكريبت بالهكس ديسيمال. الهكس ديسيمال بيقبل من 0 إلى 9. تمام، وكاركتر من A إلى F. تمام، من 0 إلى 9 ومن A لإف. تمام، يعني اي رقم من 0 إلى 9 واي حرف من الاف ده بيقبله اللون. طيب كل لون عندي هتلاقيه مكون من 6 كاركتر، من 6 كاركتر. الريد له 2 والجرين له 2 والبلو له 2. فبالتالي مثلا لو عايز اجيب اللون الاحمر هكتب ايه؟ طبعا في الاكشن سكريبت بكتب 0 اكس. تمام، دي في بدايه اي ايه، في بدايه اي لون 0 اكس. طيب عايز الريد يبقى هكتب اف، خلي بالك اف معناها دي اعلى قيمه في الاحمر، اقل قيمه في الاحمر الصفر، واعلى قيمه الايه؟ الاف. يبقى 0 1 2 3 لحد 9، بعد كده اي بي سي دي لحد اف. طيب وبعد كده الجرين هخليه صفار، والايه والبلو هخليه صفار. كده اللون ده ايه؟ كده اللون الاحمر، كده ده اللون الايه؟ الاحمر. طب لو عايز الاخضر هخلي 0 اكس، هخليها 0 0، يبقى الاحمر مفيش والاخضر اف. تمام، وبعد كده هجيب الايه؟ الازرق 0 0. طيب واحد يقول لي كده، طب لو احنا عايزين البلو، لو انا عايز البلو طبعا هقول لك هتكتب 0 اكس طبعا بتاع الاكشن سكريبت، هتكتب 0 0 للاحمر و 0 0 للازرق للاخضر، وهتخلي الازرق عندك اف. كده وصلت للايه؟ للبلو. طيب ده بالنسبه للثلاث الوان الاساسيين. طب لو عايز درجات، لو عايز درجات الاحمر لازم هتلعب في الايه؟ في الرقمين دول اللي هو الاف اف. خلاص، هتخليهم مثلا من 0 ل 9 او من ال اف. خلاص، يعني مثلا ده هخليه حاجه معينه وده هخليه حاجه معينه. تمام، طيب دي فكره الايه؟ فكره الالوان وازاي بنكتب الالوان، وايه الالوان الكود بتاعها بتحكم فيه ازاي، يعني ازاي اتحكم في درجات الاحمر او في الاخضر او في الازرق لحد ما اوصل للون الايه اللي انا عايزه. تمام، طيب نروح بقى على الايه،
على ملف الاكشن سكريبت بتاعنا. انا هعمل هنا سيف لسيف اس للمشروع ده، هعمله باسم جديد تمام في الفولدر كلر ترانسفورم باسم كلر ترانسفورم، كلر ترانسفورم كده هيديني نفس الملف ولكن باسم جديد تمام. هبدأ اشتغل عليه. طيب كل ده بيعمل لي الايه؟ البوينتر. انا عايز اغير في لون التب، ولذلك انا هنا في في الموفي كليب ده عملت موفي كليب داخلي سميته في الـ في السيمبل داخل المكتبه براش تب. انا هنا هسميه في الانستنس نيم تب، ولذلك عشان اوصل له هكتب براش دوت تب، خلاص زي ما اتعلمنا في الدوت سينتاكس. طيب كنترول اس، هروح للكود. لو عايز اغير مباشره على التب في لونها، عايز اغير في لون الفرشه يعني، هكتب براش عشان اوصل لها براش دوت تب تمام دوت ترانسفورم تمام دوت كلر ترانسفورم. خلي بالك الكلر ترانسفورم بتقبل مني كلاس تكون كلر ترانسفورم خلاص، فبالتالي كل ده ملوش اي لازمه غير لما اعلن عن الكلاس اللي هي الكلر ترانسفورم. هكتب مثلا هسميها سي تي اختصار كلر ترانسفورم، نوعها كلر ترانسفورم. طبعا عمل لها امبورت فلاش دوت جيوم دوت كلر ترانسفورم يساوي نيو كلر ترانسفورم تمام، نيو كلر ترانسفورم تمام. طيب الكلر ترانسفورم دي ينفع اباصلها لون، هكتب سي تي دوت كلر تمام يساوي طبعا 0x، وتعلمنا ازاي هنجيب اللون. وليكن مثلا عايز اخليها لونها احمر، هكتب اف اف 0000، يبقى كده اللون الاحمر عندي في نهايته والجرين مفيش والبلو مفيش تمام. طيب يبقى كده لما اقول براش دوت تب دوت ترانسفورم دوت كلر ترانسفورم يساوي سي تي، كاني بقول له خلي اللون بتاع التب بتاع الفرشه خليها لونها ايه؟ احمر تمام. يبقى خطوتين، اول خطوه بعلن عن الكلر ترانسفورم وبديله لون، هكتب الكلر ترانسفورم دوت كلر يساوي كذا، وبعد كده الموفي كليب اللي انا عايز اغير فيه بكتبه بعد كده دوت ترانسفورم دوت كلر ترانسفورم يساوي الايه؟ الفاريبل اللي انا اعلنت عنه اللي هو نوعه كلر ترانسفورم. خلي بالك كلر ترانسفورم هنا السي كابيتال، انما الكلر ترانسفورم هنا السي سمول، هنا السي ايه؟ هنا السي كابيتال والتي كابيتال تمام. كنترول انتر، هتلاحظوا ان الفرشه عندي اصبح لون التب بتاعها لون ايه؟ لون احمر، اللون اللي انا حددته. طب لو عايز لون اخضر تمام، هخلي دول اصفار وهخلي الارقام الخاصه باللون الاخضر اللي هم في المنتصف دول هخليهم اف اف، كده خلاص بقى لونها ايه؟ لونها اخضر تمام. طيب ولو ازرق طبعا انتوا عارفين هعمل ده بالنسبه لايه؟ للكلر ترانسفورم. معنى كده ان انا ممكن اعمل لعبه تلوين، لعبه تلوين. طب معلم لعبه تلوين ان شاء الله ناخدها الدرس الجاي تمام. نفرض ان انا عايز اخلي الفرشه دي لما اضغط بيها على موفي كليب تاني، الموفي كليب ده يتحول لنفس لون الفرشه كاني لونته، وده اللي ان شاء الله هنعرف نعمل بيه لعبه تلوين الدرس الجاي تمام. هعمل هنا موفي كليب، هديله مثلا اي لون ولكن اللون ده مبدئيا يعني خلاص. الموفي كليب ده بإف 8 هحول الموفي كليب، هسميه مثلا تارجت تمام، خلي الريجستريشن بوينت افتراضي اوكي، هسميه تار تمام،
او نسميه ريك ريكتانجل يعني. تمام، الريكتانجل ده هو هيبقى التارجت بتاعي ان انا هلونه باي لون انا عايزه. خلاص، طيب هروح لي الكود بتاعي، عندي اسمه ريك، الموف كليب بتاعه اسمه ريك دوت اد ايفنت ليسنر، هيكون نوعها ماوس ايفنت دوت كليك. عرفنا ان الكليك دي عباره عن كونستانت، هسميها مثلا اون كليك، هسميها اي اسم وليكن مثلا تشينج كولر. تمام، اروح اعمل فانكشن، الفانكشن تشينج كولر، البارامتر بتاعها هيكون عباره عن ماوس ايفنت، تمام. هعمل ايه؟ هقول الريكتانجل دوت دوت ايه؟ دوت ترانسفورم دوت كولر ترانسفورم، تمام، يساوي كذا. تمام، يساوي ايه؟ يساوي كذا. انا هديله ايه؟ هديله السيتي. خلاص، يعني هخلي لونه نفس لون البرش، البرش خدت السي ايه؟ السي تي اللي هو اللون الاخضر، انا هخلي برضو المربع باللون الايه؟ باللون الاخضر. تعال نخلي اللون الازرق عشان ايه؟ اوريكم ازاي هعدل اللون الازرق هنا بالمره. اللون الازرق طبعا هخلي الصفرين الاخيرين اف اف، كنترول اس كنترول انتر، هنا هضغط كليك. طبعا شايفين البرش، المفروض هخلي قبل ما اعمل اي حاجه اخلي البراش بتاعتي الطبقه اللي فوق. خلاص، كنترول انتر. تمام كده، البراش اتغيرت، انا عايز اغير المربع ده او الموف كليب ده بمجرد الضغط عليه. هضغط كليك هيتحول للون الايه؟ الازرق. بكده انا اقدر اعمل لعبه التلوين بكل سهوله، بحيث ان انا البراش دي هخليها تختار لون عن طريق كذا موف كليب هكون حاططهم في اي مكان في الستيج، هضغط عليه هيديني لون معين، هروح اضغط على المكان اللي انا عايز الونه باللون ده فهيبدا يتلون معايا، مفيش مشاكل. تمام، لعبه التلوين ان شاء الله ناخدها الدرس الجاي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.